الجمهوريون في مجلس النواب الامريكي يقصون النائبه الديمقراطيه الهان عمر من لجنه الشؤون الخارجيه بتهمه معادتها للساميه. التصويت جاء بعد نقاش حام اتهم خلاله الديمقراطيون الجمهوريين بالنفاق والعنصريه وبازدواجيه المعايير لوجود اعضاء منهم استخدموا ايضا عبارات تعتبر معاديه للساميه ولم يحاسبوا فيما القت عمر خطابا دفاعيا عن نفسها. If I am not on this committee for one term, my voice will get louder and stronger, and my leadership will be celebrated around the world as it has been. So take your vote or not, I am here to stay and I am here to be a voice. خطوه رمزيه تشير الي انه يفي بوعد انتخابي قطعه سابقا لطردها اذا فاز الجمهوريون باغلبيه مقاعد مجلس النواب وكان مكارثي اعلن تامين عدد اصوات كاف لاستبعاد عمر وأكد بعد عزلها أنها لا يجب أن تكون عضوا في اللجنة بسبب تصريحاتها، وأضاف أن الجمهوريين لا يقصونها عن باقي اللجان. فيما يتعلق بالنائبة عمر ما قالته من التعليقات المعادية للسامية وأن الجيش في أمريكا يساوي حماس وطالبان وأنه في الحادي عشر من سبتمبر حدث شيء ما في ذلك اليوم، حتى الرئيس الديمقراطي السابق للجنة يعتقد أن تعليقاتها كانت خاطئة. الديمقراطيون اتهموا سابقا الجمهوريين بأنهم يريدون رد الكيلي بمكيالين لطردهم عضوين جمهوريين عندما كانوا الأغلبية في المجلس معتبرين أن التحرك لطرد النائبين الديمقراطيين أدم شاف وإريك سولويل من لجنة المخابرات إضافة إلى طرد عمر عملا انتقاميا سياسيا حسين الطود العربية واشنطن